هذه هي سمكة التنور، تنطبخ هنا جوة التنور. ولي 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 ولي، تاكلوا سلطات في بداية الوجبة، تاكلوا اللي تاكلون. أنا هنا كده أصل شوية ليمون على السردينة دي. حتى الدين كله يخش كده، تهيئ المعدة للسمك اللي جاي. اسمع اسمع اسمع، ما اشتريت اكل خلاص. السلام. هم قاعدين يمخمخوا على الجمبري، انا ما اقدر اكل جمبري، فخلينا هنا. فاتك نص عمرك. ما حستناكم، حخلص امها. اسمع هذه ناجلة صح؟ ناجلة؟ اطلب تصوير، اطلب واحدة ثانية. ايش بك استنيت؟ ترى اخش كل، والله حخلصها. ترى فكرة السنارة مو بس انه شو، احلى شيء في الفكرة هذه دحين لما يحطوا لك السمكة عادة على الرز ولا على صحن، الناحية اللي تحت تدبل مع الوقت مع الحرارة والدخان، هذه تقعد فريش من الناحيتين لين ما تخلص. لا ما كل جنبري، ما كل جنبري، هذه وصفة جديدة. اسمع حسب، حتى السمك هذه تقرمش. تجي الفكره الوصله هذه كذا تاخذوها تغمسوها كذا في الطحينه. انا ما احط الطاوله.